أخونا المتصل يقول يعني كيفية صلاة الكسوف، لأن القمر يقول إن شاء الله تعالى سوف يكون هناك كسوف كامل للقمر يوم الجمعة، فكيف نصلي ووقت الصلاة وعدد الركعات شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا كسف أو إذا كسف أو خسف يعني على روايتين، فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والصدقة، إلى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف، صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في أيامه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف صلاة لها هيئة مخصوصة تختلف عن جميع الصلوات، يصلي ركعتين، يقرأ قراءة طويلة، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة أو قريبا يعني منها، ثم يركع، ثم يقوم من ركوعه فيقرأ مرة ثانية، يعني لا يقول يعني إيه سمع الله أحد ويسجد بعد ذلك هيئة الصلاة، إنما لا، هو يقرأ قراءتين ويقرأ القراءة الثانية، يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا قراءة أقل من الأولى، ثم يركع ويقوم من الركوع هذه ركعة، ويفعل ذلك في الركعة الثانية حتى يعني إيه تنجلي الشمس أو ينجلي القمر. فإذا صلى وانتهت الصلاة فإنه يستمر في الدعاء وفي الذكر وفي الصدقات وفي التسبيح حتى تنجلي القمر. لكن هو السؤال، هل انا اخذ يعني ايه بالضبط الفلكي في مساله خسوف او كسوف الشمس او القمر، ودون ان انظر للكسوف حقيقه بعيني، اقول انا استانس به؟ فهم يعني قال علماء الفلك انه القمر سيخسف او يكسف الساعه كذا، فأنا أستأنس بذلك وأراقب، لما أرى الآية يبقى أفزع إلى الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا الكريم.